كومبيتونس نتاعو ماهوش حتى حاجة أخرى لا اللون لا الجنس. زياد الجزيري حكمك على الانتدابات الأخيرة للنجم الساحلي بقيادة زبير بيا وبقية أعضاء اللجنة الفنية نتاعو. ما نجمش نعطي حتى رأي على حتى انتداب. حتى كانت أسماء معروفة في الكورة. الكورة صعيبة، الكورة تلمون سي لو فوتي امبريفيزيبل، ما تعرفش تنجم تجيب 10 ملاعبية تقول 9 دوما باش ينشوا خاطر جبتهم برشا فلوس ولا عندهم تاريخ ولا عندهم بالماريس وهزين تيترويت وكذا، وتجيب ملاعبي العاشر اللي بقل فلوس نكرة ما عندوش كارير ينجح. هذاك تجارب على المد مهلة تجارب بمعناها وبرشا حالات صار. جبت انت ملاعبية اسماء رنانة وما مشاوش والعكس صار صحيح. برشا ملاعبية ما كنتش تنسنيهم، كيما مثلا يوسف المويهبي وقتا جبته من المرسى يلعب برناك في المرسى وعمل دو كروازي ولا من احسن ملاعبية، عمل كارير اخرى في الايطالي يوسف المويهبي ولا معبود الجماهير لتو جمهور الايطالي يحبوه. ايهاب المساكني مشى للبنان وبعد جا الايطال عمل كارير اخرى في الايطال ولتو جمهور الايطالي يحبوه. اخر لواحد جلاسي قالوا عمره 32 سنة وكل شيء. عادل الشادلي عمره 34 سنة وجاي وقالوا كبير في العمر. لامين دياتا جا عمره 36 سنة جبته ل 36 سنة وعمل كذا وجبت ملاعبية زاد أسامي بالكدي وما نجحتش. مثلا ما نحبش أسماء جبتهم ما نجحوش برشا، معناها شنو يعني أني ديما نمشي شوف ديما صاحبي في الكرة ما تقولش هذا باش نجيبه باش ينجح، ما فهميش الكرة ماشي على المسحيه. الكرة ماشي على المسحيه. برشا ملاعبية نجم يكون تريكو ليتوالا أكبر منه، يكونوا نجم يكون نفسانيا ما نجمش يتأقلم، مش إمكانيات، مش كان ساقين الكرة. ما تهربش من السؤال، أعطيني ملاعبية زياد ديما جبتهم ما نجحوش. من الماضي نحكيو على الماضي مش على الحاضر زياد. خاطر ما يجيش هكا، خاطر لو نورمال واللوجيك ما يجيش هكا. كي تحكي لي على التراء انا نحاول نعرف لا معناها اني كيفاش تفكيري، معناها ما تنجمش تجي تقول هذاك معناها ما نجح. نحن نحكيو ديما على الحاجه البوزيتيف. الحاجه انا قلنا فما ملاعبيه يمكن معناها ما نجحتش على خاطر عادي في برشلونة تو برشا ملاعبين ما تجيو ما نجحتش، في ريال مدريد برشا ملاعبين ما نجحتش، وفي ميلان سي وفي الانتر وفي كذا وفي كذا، ولا هذا حاجة عادية. ديما نحن ناخذوا اسكو باكيج، نسبة الرضا فوق المتوسط تحقق نجاحات ولا لا، فهمت؟ تو كان زبير بي يهز تليفون لزياد الجزيري يقول له زياد شكون الملاعب اللي تنصحني به باش يكون في ليتوال؟ ينجم يفيد ليتوال، شكون الاسم اللي تقترحه؟ ما فهمش برشا شواء، وان بلوس اللي يحكم فيك هي الماده، معناها فريمون كيما قلت لك الفريمون باش تجيب جوار كونفيرمي برشا فلوس. شوف تاع الاسبيرونس مشيت رجع جبت البلايلي تلمو معناها وترجع عنده امكانيات ماديه بالكدا، ما عندهاش مشكل نتاع فلوس. زبير عنده تو الفلوس ويطلب ما عندوش مش برشا سافوار. لو فرضنا عنده الفلوس صعيب علاش تهرب زياد؟ تحب ما نهربش على خاطر ما نجمش يلزمني نشوف ونتفرج وقداش الباكيج نتاع الفلوس. ما عندكش في مخك ملاعب؟ ما عنديش ملاعب قداش يسوى فلوس ملاعب قداش 10 مليار دويت 15 مليار 20 مليار مليار دو. مازال عندنا كورجي في تونس مش في تونس حتى لبرا. اني كي نخمم في ترونجي مثلا ليتوال ينقصها اترونجي بطبيعه الحال ينقصنا دي زيترونجي، وليتوال وين كانت قويه لما كنا معنا افيك دي زيترونجي قويين وين حققت ليتوال نجاحات كبيره افيك دي زيترونجي قويين فرانكو بغداد بونجيح موسى ناري وغامبي جيلسون سيلفا عبد القادر كايتا ابراهيم اكوني سانتوس. معناها كانوا ديما ليتوال تجيب ملاعبيه كبار وعندهم اسامي، وديما ليتوال كانت معناها ترومبلان للملاعبيه باش تخرج لبرا ولا باش تعمل كارير، معناها هذاك هو العادي نتاع ليتوال. لكن تو ما عادش فما شوا كيما قبل. لو فوت الكره في العالم نقصت. شفنا برشا موهبه نحن في الكوب دوروب الاخرانيه، الفوت في الشغل ديكلام في العالم كامل، معناها ما عادش فما الموهبه راه، معناها الكذبه الكبيره. الفورماسيون نقصت في الجمعيات الكل. اعطيني انت ملاعبيه كبار خرجوا تو من ليتوال اللي هو معروف على السونتر دو فورماسيون هذا قبل. ما عادش فما توا ديزاكاديمي ما عادش فما ديزاكاديمي بالفلوس ساهموا في قتل المواهب بطبيعة الحال، ومن الحاجات اللي ساهموا تو انت ملاعب مش الكل بالطبيعة مش الكل بطبيعة تو انت جوار نتاع الكورة ترانيه معناها فورماسيون كامل على السانتيتيك وبعد في السينيور تلعب في الجازون.
سي تري ديفيرون معناها اللعبه في السنتيتيك وفي الغازون لو روبون نتاع الكره الفيتيس انت لعبت في البطحه زياد وطلعت الغازون وانت كيف عملت كارير كبيره مش كيف كيف الفلتات يصيروا الفلته معناها تعتبر روحك فلته زياد معناها بيان سور مادام لعبت في كيب ناسيونال الكل كيب ناسيونال ما هي سهله باش تلعب كيب ناسيونال لعبت مع عادل السليمي وما ادراك لعبت مع فوزي الرويسي لعبت مع زبير مع اسكندر السويع حسن الجيبسي مير كانزاري شكر الويع سامي ترابلسي لعبت مع احسن لاعبين في تاريخ الكره التونسيه حاتم ترابلسي راضي الجعايدي بدر قيس الغضبان عماد المهذبي رياض البوعزيزي نسمي لك من هنا للصباح بادي بن سليمان وانت صغير الاسماء الكبيره في تاريخ كره قدم التونسيه يمكن كانت مجرد حلم يجوا قدامك الاسماء اللي تعيش معاهم جميل جول امام كان الايدول بتاعي كان معناه هو الملاعب اللي نعشقه نتمنى نشوفه وجمال اللي مام جو لعبت معاه جو فلتا جو فلتا تظلم جو ما عملش مونديال جو ما عملش مونديال وفي ليكيب ناسيونال ما فماش ريوسيت كبيره لكن تشوف الموهبه اللي عند جو معناها فماش ريوسيت وقت تعطيه فرصته ما خداش فرصته كامله ينجم يكون جمال امام لاعب استثنائي فماش كيف جو جمال امام وما ادراك معناها حاجه كبيره كان القدوه نتاعك جمال امام كان القدوه نتاعي كنت نلعب في الشارع كنت نلعب في الشارع نبدا ندس في الكوره نقول جمال امام جمال امام جمال امام بعد لعبت انا صاحبي جو خويا زياد عمل المونديال عمل زوز يعني ومن سوء الحظ جمال ما عملش مونديال الغالب انت جورج ويا ما عملش مونديال تظلم جمال الامام تظلم بيان سور اذا ما عملش مونديال تظلم بطبيعه الحال تظلم جمال الامام وانت صغير زياد الملاعبيه ذوما ما نصوركش حتى في حلمك ما كنتش تتصور زياد ولا كان عندك الطموح اللي باش تكون تعمل كارير كبيره ذيك عندي تمشي ليكيب ناسيونال ولا الحظ هو نعم فماش حظ اللي تفعب زياد الجزيري للنجوميه مش الحظ كان هو تسهيل من الله معناها كما نحب لهنا نحب نشكر شاد المليك الله يرحمه هو من الناس اللي هو شاد المليك الله يرحمه بعد سي توفيق زعبوب زيد عاوني دازني عبد الرزاق شبي بون نحب نشكر الناس الكل اللي ساهمت لكن اون بريميو ليو هو شاد المليك الله يرحمه لازم نعطيو الحق لاصحابه فهمت شاد المليك الله يرحمه من الناس امن بيك سي شاد الله يرحمه امن بيا اني عملت ليسونس نتاعي اني كما قلت لك وقتها حكينا اني دخلت الفورماسيون ما عملتش فورماسيون معناها عمري دخلت 16 سنه وقتها اللي شد صحيح باش نعمل ليسونس في 31 ديسمبر وقتها هو شاد المليك الله يرحمه قالوا له في العقل مش مشكل تو خلي عمي جاي وكان خلي العام جاي يمكن راني قلقت ما عملتش ليسونس راني وقتها في عطله نتاع قرايه بديت مخر في العطله نتاع قرايه مش مغروم ولا شنو عملت كاراتيه هني كنت مغروم عملت كاراتيه هني بالكدا كنت في الكاراتيه ملا كنت بالكدا زاد وصلت سانتير مارون وعديت سانتير نوار كنت بالكدا في الكاراتيه وخذيت سانتير نوار عديت السنتير نوار ما نعرفش وقت هومولوجي عداوا لي وقت السيخ مي سعدون نتذكر كي تو تحيه لي السيخ مي سعدون تسمع بيها جاري وخويا الكبير في سنين بربي بربي اه وي السيخ مي والله والله ما في بالي به تحيه ليه آه يزي يزي. والله تحيه ليه قعدت بيت جاري رباني قعدت بيت كي جبتها لك رباني خمي سعدون يزي آه وي وي وقت نذكره في دار الشباب نتاع سوسه جينا عملنا ستاج نجم تسالو عملنا ستاج نتاع السنتير نوار ونجحت فيه أما ما نعرفش اسكو من لاعب كاراتيه إلى نجم في كرة القدم التونسية. أي الدنيا يا زياد. سي لا في